ممكن يتذكر البايع المصري الظريف اللي بيروج للسمبوسة اللي بيعها بطريقة خاصة. اليوم وصلنا عبر واتساب فيديو لشابين سعوديين بيقوموا بتقليده. خلينا نشوف ونلتقي بكرة إن شاء الله في أمان الله. سمبوسة أوكي جبتها من هنا. شعر البنات غزل البنات سمبوسة سمبوسة حلوة شويتر درابيل متاي سمبوسة 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 بروسة سمبوسة 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 بروسة بروسة.